جينا نحضروا لهاد الجنازه ديال الفقيد السيد معين رحمه الله، اللي كنعرفوا عليه بدا اولا هو كشخصيه كنعرفوه. إلا كان سي هشام الدمعي طلع لاعب في المستوى العالي، وقليل اللي تعرفت بفضل باه. باه هو اللي كان كيديه كاين شي ما تيمشي الباب الجديد، وغير هو وياه، وتيعلموا ابا جديات الكره، وما مشى من وراه حتى وصل حتى ما الى وصل اليه سي هشام الدمعي. هادشي اللي عندي ما نقول فيه، والله يرحمه. اما ما يقال على السي هشام الدمعي، رحنا جاورناه، وراه ديك تنقولوا حنا المراكشيين ديك الجلفه من داك العود، من ديك الشجره حقا الله يرحمه. كان مشهور على انه رجل خلوق، رجل تعليم، رجل متخلق، ربى ولده هشام واحد التربيه حسنه، والله يرحمه. وإلا كان هاني تنعاود نكرر، إلا كان هشام الدمعي وصل ما وصل ليه راه بفضل الوالد ديالو، هو اللي مشى معاه حتى وصل لما وصل اليه، والله يرحمه والله يجد عليه رحمات، وانا لله وانا اليه راجعون. بهذه المناسبه الاليمه نتقدم باحر التعازي وعبارات المواساه لصديقنا واخينا سي هشام الدمعي في وفاه والده. هو والدنا جميعا، كان يشتغل معنا بالمنظومه التعليميه، وكان مدرسا باحدى المدارس بمدينه مراكش. عرف بمواظبته وبجديته وبتلقائيته وبتفقده لاصدقائه القدامى وبزيارتهم في كل حين. سيدي محمد الدمعي والد اللاعب الدولي السابق والمدرب الاطار الوطني هشام الدمعي، كان يشار اليه في مجتمعه بحسن الذكر وجميل المكرمه. جمعتنا به كثير من اللقاءات وكثير من المناسبات، وكان في مجمل اللقاءات يتسم بكثير من التواضع وكثير من المودة والمحبة والتلقائية التي كان يبديها لكل أصدقائه. يشهد له أصدقائه والتلاميذ الذين تتلمذوا على يديه بحسن الذكر وبالمناقب الجميلة، ويصعب الحق في هذه الآونة أن نعدد كل مناقبه، لكن نسأل الله تبارك وتعالى ونحن لا نزكيه عليه فهو أعلم به، أن يرحمه وأن يتغمده برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جنته. وبهذه المناسبة أيضا نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم شهداءنا في سوريا وفي تركيا، وأن يرحم جميع أموات المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.